محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بينضم لنا عبر سكايب ليوضعنا بتفاصيل أحوالنا الجوية. بونجور. بونجور يا هلا. نصيحة لللبنانيين، إذا دخلت على مطعم اطلب الفاتورة قبل الأكل، لأنه بيجوز ترتفع الأسعار بين ما تخلص. بل بس ساعة يجيبوا الفاتورة مع الأكل. معقولة؟ حسب بورصة هي. أستاذ محمد، تأسنا في ارتفاع بدرجة الحرارة. بالإجمال طقس اليوم في ارتفاع شوي بدرجات الحرارة. الارتفاع حيكون أكثر بالصوب الجبال والمناطق الداخلية بحدود 3 درجات. هذا لأن الارتفاع بكرة حيتبعه انخفاض درجات الحرارة بنفس الحدة. يعني باليوم تطلع 3 درجات أو درجتين بعض المناطق الجبلية فوق 1000 متر، أو وبكرة حنشهد انخفاض بحدود الدرجتين لثلاث درجات، وهذا الانخفاض حيكفي لنهار الجمعة. جمعة سبت ممكن نشهد بعض الأمطار الكتير خفيفة، ممكن تترجم على شكل رزاز أو ضباب كثيف بالمناطق الجبلية. بكرة حيكون عنا رياح ناشطة نتيجة الانخفاض السريع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية. الساحل التأثر كتير خفيف، حيكون بحدود درجة واحدة. السبب في كتلة حارة هلأ مسيطرة اليوم حتأدي لارتفاع بدرجة الحرارة. بكرة حيتبع كتلة نسبيا باردة عم تقرب علينا، أمطار بشكل غزير بالمناطق الغربية لتركيا ووسط تركيا، يعني تقريبا واليونان. هيدي الأمطار مستمرة، ممكن تعطي شوي رزاز مثل ما حكينا نهار الجمعة والسبت. إذا بدنا نجي اليوم لدرجات الحرارة على الساحل بين 20 و30 درجة، ببيروت هلأ 22 درجة، بعد درجات حرارة مقبولة. بالمناطق الجبلية بين 14 و27 درجة، عم تكون بالليل باردة بالنهار دافية نسبيا. وأنا عم تشوف لبنان المناطق الداخلية اليوم كمان بتطلع فيها درجات الحرارة ممكن توصل فيها لحدود 32-33 درجة بحد الأقصى. فترة الصبح أو غياب الشمس من فترة المساء للصبح ممكن توصل بحد الأدنى لحدود 14-15 درجة، كمان عم تكون باردة. نعم. على الجراف عم نشوف باللون الأزرق تقريبا الساحل ما عم يتأثر كتير، مناطق مثل المناطق الشمالية طرابلس. أما المناطق الجبلية لو كانت شمالية عم تطلع فيها درجات الحرارة بشكل سريع وبترجع بتنزل بين 4 و5. الهواء اليوم منه ناشط، بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، اتجاهه جنوبي غربي عم بيكون. الموج خفيف، حالة البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء بين 24 و25 درجة حسب إذا كنا مناطق شمالية شمال لبنان أو الجنوب. الجنوب بالعادة أدفى. وبالنسبة لساعة شروق الشمس عم تكون الساعة 5:27 دقيقة، الغروب الساعة 7:51 دقيقة. هيدا بالإجمال كل شيء. يعني بعدنا بأجواء ربيعية، رح نستفيد من الصيف كم ساعة، استفيدوا من البحر. استفيدوا من البحر ومن الشمسات شوي تتاخدوا شوية لون. شكرا لك محمد كنج، رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني في مطار بيروت.